يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ثبت هذا الحديث وما المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم على ثلاث، ما زاد الله إنسانا بعفو إلا عزة، أي نعم، وما نقص مال من صدقة، نعم، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. نعم، هذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله يرفع من تواضع له ويخذل من تكبر، وأن المال وأن الصدقة ما تنقص المال من حيث بركته ونمائه، وإن نقصته من حيث كميته، لكنها لا تنقصه من حيث النمى والبركة فيه. نعم، وما عفا رجل عن مظلمة، نعم، من عفا وأصلح فأجره على الله. نعم.